مرحبا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب لاحوال طقس تحيه طيبه للجميع وتحيه طيبه لكل المتابعين ان شاء الله ربي يغيث الجميع بالغيث النافع باذن الله تعالى ويرزقنا الخير وان شاء الله الشفاء العاجل ايضا لكل مرضانا ان شاء الله متابعينا الكرام نعود اليكم من جديد في نشريه جويه خاصه للمناطق والولايات المعنيه بالامطار والثلوج او بالاحرى طقس الجزائر اليوم السبت الرابع من شهر مارس 2023 اذا نبدا بالفتره الصباحيه اليوم السبت الرابع من شهر مارس حيث ستكون امطار حاضرة على كل المناطق الشرقية دون استثناء ولاية الطارف عنابة سكيك داجيج البجاية تزيوز بومرداس الى غاية الجزر العاصمة البوليدا وأيضا البويرة برج بوررج ولاية الصيف ميلا قسنطينة كالما وسوق ام البواقي الى غاية باتنا امطار ايضا مرتقبة على منطقة الصورة ولاية بشار طيلة الفترة الصباحية نذكر متابعينا الكرام الثلوج ايضا ستكون حاضرة على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر مرتفعات الصيف مرتفع مرتفعات ميلا مرتفعات قسنطينه مرتفعات ايضا قالما وام البواقي وباتنا وخنشلا كل هذه المناطق ستكون معنيه بالثلوج خلال فترة الصباحيه اليوم السبت ايضا مرتفعات جرجورا ان شاء الله ستكتسي الحله البيضاء مرتفعات برج و ومرتفعات البويره ستكون ثلوج ايضا لكن ضعيفة نسبيا على المرتفعات التي يزيد علوها الالف متر مبدئيا أمطار أيضا مرتقبة خلال الفترة المسائية وتتواصل على كل المناطق الشرقية ولاية قسنطينة ميلا وسقهرة ستعرف عنا بس كيك إلى لغاية بجاية وأيضا قسنطينة وميلا ستشهد أيضا بعض الأمطار الخفيفة أيضا أمطار مرتقبة على ولاية النعامة والمشرية وإلى غاية ولاية البيض هذه المناطق أيضا ستكون معنية بالأمطار نذكر متابعينا المناطق الصحراوية غير معنية بهذا الاضطراب فقد ستبقى الاجواء صحوة ومشمسة وسنوفيكم بتفاصيل مهمة لاحقا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته